مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، وحلقه جديده من مؤشر النيل. احنا طبعا لسه كان بالامس الاحد بنتكلم عن عوده السوق مره اخرى بعد الاجازه الطويله لعيد الاضحى المبارك، فيعني هدوء نسبي الى حد ما وارتفاع يعني ربما ليس كبيرا ولكن الى حد ما مطمئن في هذه الاوقات. وبنتكلم ايضا عن انه في اهتمام كبير من الحكومه في هذا التوقيت وخاصه من رئيس مجلس الوزراء بتقييم اوضاع السوق ويعني خاصه البورصه المصريه واتخاذ خطوات مناسبه لعوده الارتفاع مره اخرى وارتفاع السيوله مره اخرى للسوق. يعني هنحاول نتابع في الوقت القادم والفترة القادمة إن شاء الله إيه يعني شكل هذه القرارات أو الاستراتيجية الجديدة للنهوض بالسوق مرة أخرى. طيب خلينا نروح للمؤشرات بشكل يعني عام، وزي ما قلنا هي ارتفعت النهاردة بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات الاثنين. صعد المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 ب 1.8% وأنهى التعاملات عند 8867.94 نقطة. مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 ارتفع ب 1.71% وعند الإغلاق كان وصل ل 1725.69 نقطة. الارتفاعات طالت ايضا مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا ب 1.71% وعند الاغلاق وصل الى 1527.9 نقطه. على صعيد القطاعات الاكثر تداولا في البورصه المصريه خلال تعاملات اليوم، كان قطاع البنوك على راس القطاعات الاكثر نشاطا ب 34.31%. ثانيا قطاع العقارات وبدا كان ب 18.86%، واستقر قطاع الاغذيه والمشروبات والتبغ في المركز الثالث من حيث التداولات بنسبه 12.5%. هذا وقد ربح راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيده بالبورصه نحو 6.2 مليار جنيه مسجلا 602.9 مليار جنيه، وده بعد تداولات كليه بلغت حوالي 2.6 مليار جنيه. هنروح لتقرير المقصوره نتعرف منه على تفاصيل اكتر للمحفزات النهارده اللي كانت في السوق، وخاصه زي ما نقول ان السوق لسه في عوده يعني بعد اجازه طويله. وهنرجع بالتحليل والتعقيب مع ضيفنا الكريم اللي مشرفنا النهارده الاستاذ هشام حسن خبير اسواق المال. استاذ هشام مرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي للساده المشاهدين. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم. خلينا نتابع التقرير ونبدا مع حضرتك التحليل والتعقيب. نتابع. في ثاني جلساتها بعد عطله عيد الاضحى المبارك، ارتفعت مؤشرات البورصه المصريه بشكل جماعي في دلاله على الحركه الصعوديه لاغلب اسهمها لدى اغلاق التعاملات. البورصة تأثرت بعمليات شراء من المستثمرين المصريين والأجانب خاصة المؤسسات وصناديق الاستثمار. قبلت عمليات بيع من المستثمرين العرب لم تفلح في تحويل دفة المؤشرات نحو الهبوط. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح قرابة 6 مليارات و200 مليون جنيه، ليصل إلى 600 ملياري جنيه و974 مليون جنيه. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح قرابة 6 مليارات و200 مليون جنيه، ليصل إلى 600 ملياري جنيه و974 مليون جنيه، بعد تداولات كلية تجاوزت 2,621 مليون جنيه. أكثر من 930 مليون جنيه منها تداولات في سوق الأسهم، وقرابة 1,665 مليون جنيه أخرى تداولات في سوق المتعاملين الرئيسيين. مؤشر البورصة الرئيسي جيك 30 ارتفع بنسبة 1.08%، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جيك 70 بنسبة 1.71%، وبلغت موجة الارتفاعات مؤشر جيك 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.71%. وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 89 سهما من 181 سهما جرى التداول عليها، بينما هبط 15 سهما واستقر 77 سهما عند أسعار إغلاقاتهم السابقة.
مرحبا بحضراتكم مشاهدينا بعد ما تابعنا التقرير نبدا حالا بالتحليل والتعقيب مع الاستاذ هشام حسن خبير اسماء المال. مره ثانيه بنرحب بحضرتك استاذ هشام. اهلا بحضرتك. ويعني بعد الاجازه الطويله لعيد الاضحى المبارك بنرجع على هدوء نسبي اكيد ده في السوق الى حد ما، وارتفاع ايضا يعني معقول او متواضع. صحيح. فتقييم حضرتك للموقف ولسه بعد الاجازه يعني واضح قوي؟ خلينا نقول بقى هي اجازه طويله طبعا، يعني قبلها كان في عندنا تراجعات لمستوى مهم جدا ال 8700 نقطه، وده مستوى اللي وصل له السوق عند ازمه كورونا، فبالتالي رقم مش صغير، ولا بالتالي الحدث اللي كان وصل له السوق قبل كده من عند سنتين فاتوا يبقى ينفع يتمس بسهوله، فبالتالي ما اقدرش اقول ان السوق كان ينفع يسيبه وينزل بسهوله، لان لو كان السوق او كان المستثمرين البائعين ضغطوا على السوق اكثر مما هو عليه كان في الحقيقه ال 8700 اتكسر بسهوله شديده جدا، كان ده معناه ان السوق بيبقى فيه انهيارات كبيره هتظهر الفتره دي. ولكن ابتدى السوق في خلال جلسه امبارح، والنهارده كان تاني جلسات التداول بعد الاجازه، ابتدى التماسك حوالين 8700، النهارده ارتفعنا قليلا، يعني ده خير الصراحه. النهارده الاداء المؤسسات المصريه والافراد المصريين بشكل عام يعني هم اللي سندوا السوق في الحقيقه ضد المستثمرين الاجانب والعرب في الحقيقه. طيب ده هيدينا اشاره لايه؟ يدينا اشاره لسيناريو موجود، اعتقد ان احنا معانا ارتفاعات مره ثانيه حتى مستويات ال 9100 بحد الاقصى لينا، ونبتدي نتحرك في سايد واي باند كده او تحرك قناعه عرضيه ما بين ال 8700 حتى ال 9200، صعودا هبوطا ارتفاعات متواليه ارتجاعات يعني تراجعات، هنفضل في الباند ده فتره كده عرضيه هتدي فرصه لعوده المتاجرات الخفيفه مره ثانيه للناس اللي عايزه تعدل البوزيشنز بتاعها حسب بقى كل مستثمر، ولكن هل يخلق اداء جديد؟ هل يبتدي نشوف اداء ايجابي يظهر الفتره القادمه؟ استبعد هذا لو فضل هل يبدا يعمل تاني صانع سوق اللي احنا بندور عليه بقالنا فتره، ولا برضو ده صعب فيها؟ انا استبعد اصل صانع سوق ما بيخرجش من السوق، يعني صانع سوق لا يغيب عن السوق، ولكن هو في الحقيقه يعني في الفترات بس اللي اكيد نشاطه بيقل او محدود للغايه، شهيته بتقل زي ما بنسميها في السوق. خليني اقول حاجه مهمه جدا، لو نتحدث بشكل بسيط تماما، لو انا صانع سوق دلوقتي وعندي قدره سيوله رهيبه بقدر اشتري بيها، ايه اللي يخليني اخد السوق وارتفع بيه في ظل احداث يعني جيوسياسيه عالميه متوتره، اقتصاديه على مستوى الدول فيها ربكه كبيره جدا، كل الارتفاعات اللي موجوده في البورصات العالميه معروف ان هي تصحيحات مؤقته، مفيش بس رؤية. مع 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 يعني مع طبعا تعليق حضرتك ان هي تصحيحات مؤقته، لكن في ارتفاعات كبيره رغم ده في الاسواق الخليجيه وبورصات العالميه، رغم كل التوترات الجيوسياسيه واسعار الطاقه واسعار البترول الفلكتويتد والمتذبذبه وكل القلق والتوتر ده. تمام حضرتك، بس خلينا نقسم الموضوع نصين. لو هبص على الاسواق العالميه بما فيها الداو جونز في امريكا، فانا عندي لا في عندي تراجعات كبيره جدا حصل، هستثني دول الخليج لان هم عندهم دلوقتي يعني اداء متميز خاصه وانه البترول في حد ذاته في اداء ايجابي شديد جدا، فبالتالي افضل اوقاته طبعا. طب. مستوى ال 90 دولار ده مستوى جيد جدا. طب. وانا اعتقد ان هو مش هينزل تحت ال 90، بالعكس هيبقى عنده فرصه مره ثانيه يطلع يجرب عند ال 120 دولار، وممكن يرتفع مره اخرى لرقم جديد عند مستويات ال 140 دولار، فبالتالي ده هيدي فرصه قويه جدا للعرب ان هم يبقى عندهم شغل كويس، وده ممكن يفسر وجود العرب في مصر بقوه شديده جدا، هما يعني ذاقوا الامرين في الفتره اللي كان فيها كورونا، وبعدين البترول يعني المفروض يشكروا روسيا هي اللي ساعدتهم في الارتفاعات العنيفه دي، يعني مصائبه قوم عند قوم في الاقتصاد. ده حقيقي 100%، ده حقيقي 100%. نرجع لو سريعا لمصر، فبالتالي طبعا انا عندي الفتره دي ما اقدرش اقول ان صانع السوق يبتدي ياخد السوق يرتفع بيه، ما عندوش الشهيه اللي تخليه يقول انا هاخد مخاطره ارتفع بالسوق، انما يقدر يقول ان انا اقدر اكون مراكز شرائيه. طبعا نقطة مهمة جدا، المراكز الشرعية دي كونها مش هتخلص في يوم اتنين، لو ناخد بالنا العرب بقى لها فترة طويلة جدا بتستحوذ على اما بتستحوذ على شركات بعينها بشكل مباشر او بتشتري من السوق، ما شفناش ابدا الاداء للعرب انه يفضل يشتري وساكت يشتري وساكت يشتري وساكت، فبالتالي ممكن يكون عنده شهية لان السوق المصري اسعاره متدنية رخيصة شهيتها حلوة، انما اخد السوق واطلع بيه لا ما يعملش الحركة دي دلوقتي. بما انه اصلا يكون عنده بين قوسين كبار فرصه انه لو سبت ال 8700 او لو ظهر اي حاجه لتحت ممكن ارجع مره ثانيه من 300 ل 500 نقطه مره ثانيه لادنى. طيب ممكن نقول ان الارتفاعات المتواضعه دي نتيجه لصفقات الاستحواذ الكبيره اللي كانت في الفتره اللي فاتت وتعددها او انخفاض اسعار الاسهم اللي يعني تعتبر فرصه كبيره جدا وفرصه ذهبيه في الوقت ده انه ممكن حد يقتنصها وانه يشتري ويستغل اسعار الاسهم المنخفضه دي؟
ده ممكن، ده احتمال، ولكن هي الاسعار كده كده نازله. انما خلينا نقول حاجه دايما، انه بعد الارتفاعات او بعد الانخفاضات الشديده دايما بيعقبها فتره من الهدوء. فبالتالي وانا طالع بنقول عليها دي مرحله تصحيح، ممكن تبقى عرضيه او ممكن تبقى تراجعات حسب الزمن او الوقت. فلو انا هراهن على الزمن فده معناه ان انا هتحرك عرضيا، لو انا هراهن على السعر فده معناه ان انا هرجع. نفس القصه بالظبط، لو السوق راجع بعنف شديد جدا زي السيناريو اللي كان حصل قبل العيد، فبرضه هراهن على حاجه من الاثنين، اما الزمن فهبتدي اتحرك عرضيا، وده اللي اتوقع ان اللي هيحصل الفتره الجايه. ما تنسيش ان احنا عندنا شهر 7 بقى قصير جدا، وفي لسه اجازه ثانيه، فبالتالي ممكن يبقى في عندي اسبوعين كمان اتحرك فيهم بنفس الوتيره. هدوء الاداء العالمي انه ما فيش تخوفات مره ثانيه من تصعيد، او الى انه يبقى في عندي ازمات تظهر مره ثانيه على دول بعينها تبتدي يعني تسبب ربكه اكثر مما نحن فيه، فبالتالي هيبقى السوق في حاله من الهدوء. الهدوء ده يترجم ازاي؟ ان انا يبقى في عندي حاله عرضيه من الحركه، بالتالي بقى ما بين 8700 9000 9200 ده اللي هيسبب، هيبقى فيها عمليه استحواذ. مش استحواذ قد ما منها ان ممكن يبقى فيه تكوين مراكز شرائيه للمتاجرات السريعه. انما انا اعتقد ان اللي بيستحوذ دلوقتي في السوق بيخش مباشره يشتري الشركه، زي ما حصل على شركات في القطاع العقاري وفي القطاع الغذائي. واضحه قوي الشركه دلوقتي، انا ليه اخش اشتري من السوق؟ انا بخش فورا اقدم عرض شراء مباشر عليها، عايز استحوذ على نسبه 95% 99% زي ما يقولوا. بعد كده الشركه بتبتدي بقى اللي نزل عليها العرض بتبتدي قايب، انا سعري ارخص سعري اقل، والله فشلنا في الاستحواذ، ممكن ابتدي بقى اشتري اخش اخد حصص من السوق مباشره. ولكن دي هتبقى العمليه اطول شويه، لونج بروسيس كده، ان انا هاخد فيها فتره طويله. هل ده اللي هيستمر؟ حسب بقى كل مستثمر وطبيعته. استاذ هشام، في هلع وعدم وضوح رؤيه ومخاوف كبيره جدا في العالم كله طبعا من زياده الركود او التضخم والركود التضخمي، والى اي مدى الازمه الاقتصاديه العالميه هي المهيمنه دلوقتي على العالم. ممكن نقول الى اي مدى ده ممكن ياثر، يكون تاثيره الكبير على اسواق المال وخصوصا في الدول الناميه؟ وطبعا نتكلم طبعا عن تاثير مباشر. بالظبط كده، تاثير مباشر. يعني خلينا نقول ان احنا مش في منقع عن العالم، احنا موجودين جزء، وبالتالي احنا في عندنا جزء كبير من استيراد الاغذاء. اي نعم بنحاول نقلل العجز في الميزان التجاري، ولكن ما نقدرش نعملها بسرعه شديده جدا، خاصه ان مصر دوله كبيره وناميه، يعني الاثنين مع بعض. فبالتالي عندك عدد النسمات عالي جدا، فبالتالي معدل الاستهلاك بتاعك كبير. فعشان اقدر اسيطر على كل ده في ظل وجود ازمه عالميه مش سهل، ولكن انا اقدر اشيد انه اداء الحكومه رغم كل ده ورغم الارتفاع في التضخم اللي طلع في الارقام مره ثانيه ثنائيه الخانه، فبالتالي ولكن أداءنا أفضل بكتير جدا من دول نطر فيها التضخم ما كانناش بنشوف خالص. يعني على سبيل المثال أمريكا، مش بقيس مصر بأمريكا من وقت أزمة كوفيد بالظبط، إنما إحنا عدينا بأزمات ضخمة جدا وبنقدر نمتصها، بس عندنا قدرة امتصاص الصدمات فعلا. في الحقيقة. أقدر أقول حاجة مهمة جدا، عندنا غلو في الأسعار، عندنا في يعني دايما بنشتكي إن الأسعار بقت غالية، البنزين غلي، ولكن خليني اقول حاجه مهمه. الى الان الحمد لله نقدر ننزل السوبر ماركت، نقدر نشتري كل اللي احنا عايزينه، مفيش عندنا محدوده، مفيش عندنا حاجه ما بقتش موجوده بالزبط. فبالتالي دي نعمه. قصاد الناحيه الثانيه في حاجات غليت، هل مصر بس اللي غليت في العالم كله ولا العالم كله غلي؟ العالم كله غلي، ولكن احنا بنحس بالضغط عندنا اكبر، خاصه رجل الشارع البسيط، نتيجه حاجه مهمه جدا. احنا اصلا دوله ناميه، وكنا يا دوبك لسه في بدايه عمليه اصلاح لم تكتمل بعد، وصبنا بعمليه كورونا امتصنا منها جزء كبير جدا، ما خرجناش منها، فجاه دخلنا بقى في الازمه العالميه بتاعت الجيوسياسيه ما بين روسيا واوكرانيا اللي العالم كله تضرر منها، واللي الى الان لم تنتهي بعد، ومش عارفين هيحصل فيها طبعا. اوضاع فعلا صعبه جدا في اكبر الدول، يعني سواء الدول الصناعيه، يعني عندنا لندن والمانيا، ويعني كلهم بيعانوا بشكل كبير جدا. صحيح. طيب لو اتكلمنا، مش هنروح بعيد، هنتكلم عن البنوك المركزيه والسياسات اللي هي اتخذتها في لكبح جماح الانفليشن او التضخم. تمام. ومنها طبعا رفع اسعار الفايده والفدرال الامريكي، وبعدها بنك في لندن وبنوك كتير. تمام. الى اي مدى ممكن هذه السياسات تنجح الى حد ما للسيطره على الازمه الاقتصاديه العالميه وهذه السياسات؟ طبعا انها طبعا مش الاليه الوحيده طبعا لكبح جماح التضخم، صحيح، بس هو طبعا انت بتحاول تسيطر على القوه الشرائيه بشكل ما، فبالتالي بتلجا لعمليات رفع الفائده. وانا كنت في الحقيقه كنت دايما لما كانوا يقول لك انه الناس بتبدا ترفع فائده فاحنا نرفع فائده، احنا كنا سابقين لما خرجنا من الثوره، وبعدين بقى عمليه الصناعه الاقتصاديه، فاحنا رفعنا الفائده بشكل كبير جدا، وكان عندنا فائده حقيقيه، يعني بره بعد ما بشير التضخم كنا سابقين في اسواق العالم والنشأة كمان، كنا رقم واحد يعني على ما اذكر.
وبالتالي احنا ما بعدناش كتير، مجرد بس ما يدوبك لحقنا نسيطر على التضخم شويه ارتفع. ولكن هنا في نقطه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، هل التاثير داخلي نتيجه ان انا مش عارف اسيطر على الدوله ولا التاثير خارجي؟ فيما سبق كان التاثير داخلي، كان عندي ازمه في اداره الدوله، ولكن لما ابتديت اظبط وقعدت يعني عملت اعاده لبناء اركان الدوله مره اخرى، في الحقيقه ابتديت اسيطر على الاداء الاقتصادي وابتدى عندي يبقى في اداء ايجابي واشادت بيه بيوت الخبره العالميه. انما دلوقتي المره دي الضربه جايه من بره يعني للعالم كله، فبالتالي التاثير خارجي كلما استمرت واشتدت الازمه خارجيا ادى الى في عندي عجز في الميزان التجاري، ادى الى ارتفاع الاسعار العالميه في الاستيراد، فبالتالي لا محيص ان انا هضطر ارفع الاسعار الداخليه، هترتفع عندي لان انا بستورد. ده معناها هيخلق عندي طلب على الدولار مره ثانيه، فبالتالي بضطر ارفع مره ثانيه سعر الدولار الجمركي، ده بيخلق عندك اوتوماتيك ارتفاع الاسعار. لازم ارتفاع الاسعار حاله من التضخم وراها عشان اسيطر على ده. اول اليه بتلعب بيها السياسه النقديه ان انا ارفع معدلات الفائده عشان ابتدي اسيطر على الحاله. ده بيحط على اكتاف الدوله معدلات فائده مرتفع، في الحقيقه طبعا بيعود تاني بالسلب على الاستثمار وعوائد الاستثمار والاستثمار. طبعا لا يوجد استثمار في ظل الادخار، ما تركبش دي بقى، هتحط فايده عاليه الناس هتحط فلوسها في البنك وبتقبض وخلاص على كده. يلا نروح استثمار، مش هيسمع يعني، خصوصا في التقلبات دي والتوترات، مفيش بقى ازمات تقلبات طبعا. عدم يعني انا مش شايف رؤيه في المستقبل، ده اوتوماتيك اروح لمين؟ للاستثمار الامن. ايه الاستثمار الامن؟ ان انا احط فلوسي في قلب البنك واخد عليها فايده. هنرجع بقى لنفس الدرج تاني. انا اعتقد ان احنا بنحاول كحكومه بتحاول تبعد عن الاداء ده، بس بتفضل ماسكه العصايه من النص، انه طب اخد افضل الامور شكلها ايه؟ ان انا مره اصدر الشهاده ب 18%، مره ثانيه ارجع احط شهاده ب 14%، واواكب ما اجريش بسرعه زي ما بعض الدول جريت. ولكن لا محيص لو استمرت الازمه هتضطر، ولكن سياسه البنك المركزي جيده جدا ان هو بيرفعها بهدوء شديد جدا وببطء عشان يفضل طول الوقت محافظ على معدلات الكاش اللي موجوده، وفي نفس اللحظه ما يضطرش انه يدفع فائده حقيقيه سريعه جدا. طيب نرجع في البدايه لما اتكلمت عن انه في اهتمام من الحكومه في الوقت الحالي لبحث اسواق يعني اسباب تراجع سوق المال في مصر. واحنا بنتكلم عن رئيس الوزراء وانه شكل لجنه من الخبراء لبحث هذه الاسواق في او الاسباب عفوا في سوق المال، ولقى انه في تخارج من كتير من المستثمرين الاجانب، فكانوا بيبحثوا الاسباب لخروجهم، وفي البعض بيقول انه ده لتكوين او لتغطيه مراكزهم في البورصات العالميه طبعا والخساره اللي هم خسروها هناك، والبعض الاخر طبعا بيختلف عن ذلك لا يعني وجود هذا التذبذب بشكل اكبر في البورصه المصريه. اي الافكار او الاراء حضرتك تتفق معها؟ اسمحي لي اقسم الصوره لحضرتك نصين. الجزء الاولاني ان انا اخرج من مصر عشان اسد المراكز الشرائيه بتاعتي من بره، هو حجم مصر كام يعني في الاول وفي الاخر؟ سوق مصر بتاعنا صغير، انا لا اعيب عليه، ولكن احنا دوله ناميه، فبالتالي لما اجي اقول سوق مصر بتاعي شغال بقد كده والسوق السعودي شغال بنسبه قد كده، فلما اجي اخرج من هنا عشان اسد هنا واسعه شويه، لما يجي المستثمر الاجنبي اللي هو شغال بالمليارات كل يوم واجي اقول ان هو خرج ب 5 مليون و7 مليون و20 مليون 100 مليون جنيه عشان يسد البوزيشن بتاعه بره، يعني الحسبه صعبه قوي. بالعكس ده هم بيخرج بنسبه 10% من اسواق الارباح عشان يخش هنا بيغطي لك سوقك 6 شهور، فبالتالي فكره ان انا اخرج عشان اغطي مراكز الشرائيه بتاعتي بره انا استبعدها تماما، لان هو اصلا بيخش بالفائض بتاعه داخل السوق النامي بتاعنا في مصر. السؤال المهم جدا، هل انا السوق بتاعي جاذب؟ وانا فين من الاسواق المحيطه بيا في الحقيقه؟ ده سوق ده السؤال يعني ده اللي بيطرح نفسه اللي بعده، وده اللي دايما باخد بالي منه. طبعا مع احترامي لدوله الوزراء وهم بيشوفوها ازاي، ولكن انا دايما اخد بالي من هم بيبصوا من الناحيه النظريه فقط، ما بيبصش من الناحيه العمليه. انا في عندي اكتر من مشكلتين، محور داخلي ومحور خارجي. تطور السوق في حد ذاته، انا هل انا سوقي متطور؟ هل جاذب ولا غير جاذب؟ في الحقيقه انا سوقي مش متطور على الاطلاق، انا سوقي راجع جدا من سنه 2008 ما اتضربش فيه مسمار زي ما بيقولوها بالبلدي كده، لغايه اللحظه دي لم يتم تطويره على الاطلاق، فبالتالي تطور الاسواق اللي حواليا بما فيها اسواق الخليج اوتوماتيك بيخليكي في اخر السباق. دي واحد. اتنين، هل احنا عندنا متطورين بشكل تكنولوجي رابط كل القاعده الذهبيه القاعده الرقميه بتاعتنا في مصر زي ما ربطنا كل حاجه بشكل رقمي؟ نحن بعاد كل البعد، البورصه شغاله في حته، المقصر في حته، الهيئه شغاله في حته، كل حته كل رق كل ده يعني كل جزء جوه البورصه. الطروحات اللي احنا بنتكلم عنها من فتره زي ما حضرتك بتتكلم عن ان يعني التداول والسيوله اللي بنتكلم عنها
من فترة كبيرة ما فيش الشركات الكبيرة، حتى لما حصل صفقة الصفقات حوالي 18 صفقة مع المملكة العربية السعودية من خلال يعني من فترة، وبنتكلم عن 30 مليار طبعا. ريال سعودي، وان معظم الشركات دي كانت متغطية في البورصة السعودية وكلها عملت بوم او ارتفاع كبير هناك في البورصة السعودية. احنا بنتكلم عن ده فين؟ بقالنا سنين بنتكلم عن الطروحات دي وطرح كمان شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة. تمام، خلي بال حضرتك انه تكمله لكلام حضرتك انه كده بنك القاهره ارجع مره اخرى، احنا بنتكلم في الكلام ده من قبل 2018 ثلاث اربع سنين. تمام، خدت بال حضرتك الفكره فين دلوقتي؟ لو انا هو البورصه سوق مال، يعني ده سوق في بياع وفي مشتري، ولو انا المكان بتاع السوق ده لو هو السوبر ماركت، انا بقى هو تطويره قد ايه؟ شكله قد ايه بقياسا بالاداء الاسواق اللي موجوده حواليا؟ في الحقيقه انا مش متطور، فالبرودكت اللي عايز احطه جوه المكان ده لائق غير لائق، في ثقه غير ثقه، انا عندي برودكت جيد تمام ومش لاقي مكان احط فيه جيد. انا يعني دعوه لتطوير البورصه المصريه بشكل يواكب ما هو موجود في اسواق العالم، زي ما حصل في دبي، نفضت فجاه كده السوق وراحت شايله الغبار عنها وبقت اب تو ديت تكنولوجي. انت النهارده بتشوف كل الجيل اللي طالع عندك بيبص على موبايل يكشف بيه العالم، انت فين من الكلام ده؟ الى الان انشانا عندنا شورت سيلينج، هل اتفعل؟ لم يتم تفعيله الى الان، فبالتالي كل التراجعات اللي بتحصل في السوق ما احناش قادرين نتواكب معاها. اثنين، انشانا بورصه سلع، هل تم تفعيلها؟ لا، مكتوب عليها الافتتاح قريبا. امتى بقى الافتتاح قريبا؟ الله اعلم. لو تم قريبا هتبقى قريبا لو انا عملت، لو انا هل السوق فعلا دلوقتي ببنيته الاساسيه اللي احنا بنتكلم عنها دي هيستوعب الطروحات دي بالشكل ده ولا للأسف لا؟ للأسف ده علشان كمان نواكب اللي بيحصل حوالينا في الاقتصاد المصري، عشان نرجع تاني ونقول ان البورصة المصرية هي مرآة الاقتصاد بشكل عام، فده محتاج شغل كبير جدا زي ما حضرتك قلت، محتاج روشتة. خلينا اول حاجة سريعة جدا، شوف دبي عملت ايه، فجأة حطت السيستم اللي زي ما موجود في امريكا جالها مستثمرين فقط. احنا ممكن نعمل كوبي اند بيست، يعني موديولز موجوده، مش محتاجين اختراع. بالظبط كده، يعني نشوف هم طبقوا ايه، نجحوا ازاي. صحيح. يعني بس كوبي اند بيست، حتى يعني الموديول موجود والبروتوتايب موجود، مش فيش جديد. ما بالظبط، ما فيش اختراع. يعني استاذ هشام حسن خبير اسواق المال، بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله نتقابل في ظروف احسن من كده للبورصه المصريه ان شاء الله. كل الشكر لكم ايضا مشاهدينا على طيب المتابعه، ابقوا دائما معنا. النيل الاقرب لك تحياتي.